أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتجاوز هذا الأمر بكل بساطة. ربما يتم هناك اتخاذ بعض الإجراءات الدستورية لعزل ترامب وإعادة القطار إلى السكة، لكن الترامبوية مستمرة، ترامبوية مستمرة، فيها 70 مليون أمريكي مقتنع بهذا التوجه، وسيناضل كما قال ترامب من أجل هذا المسار. رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كانت قد هددت باللجوء إلى مساءلة برلمانية للرئيس ترامب. بعض المحللين قالوا أن بيلوسي هددت أيضا بإمكانية عزل ترامب في حالة ما إذا لم يستقل فورا. هل تعتقد أن الأمور ستسير في هذا الاتجاه في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن ترامب قد أعلن في آخر تغريدة له في تويتر أنه لن يحضر حفل تسليم السلطة في 20 جانفي المقبل؟ طبعا هناك يتخوفون الآن من هذه العشرة أيام المقبلة، قد يقدم ترامب على سلوك يعني غير متوقع، وهناك يعني يتداول حتى أنه سيصدر عفو على نفسه حتى لا يتابع بعد أن يغادر البيت الأبيض. لذلك فتسارع رئيس مجلس النواب ويسارع الديمقراطيون لاتخاذ إجراءات عاجلة لعزل ترامب. ولاحظنا كيف أنهم تمت مراسلة نائب الرئيس بينس لتفعيل التعديل 25 من أجل عزل الرئيس واستلام مقاليد الحكم إلى غاية تسليم السلطة في 20 من الشهر الجاري. طبعا هذا التعديل هو مهم جدا بالنسبة للأمريكيين، تم اعتماده في عهد كينيدي ولم يستخدم إلا في حالات استثنائية تتمثل في عمليات جراحية تطلبت تخديرا كليا للرؤساء، حيث تم تسليم المهام مؤقتا إلى نوابهم ثم تم استعادته. لكن المرة الأولى التي يتم فيها أو الشروع في استخدام هذا التعديل من أجل عزل رئيس وهو في أثناء عهدته الرئاسية دون رغبة منه. طبعا هناك إجراءات معقدة، يعني لابد أن يتقدم نائب الرئيس الأمريكي بهذا الطلب، ويعني مدعوما بأصوات من الكونغرس الأمريكي. وفي حالة ما إذا رفض الرئيس الاستجابة لهذا الأمر وأثبت أنه قادر على تسيير شؤون الحكم، فهناك إجراءات كذلك معقدة لابد من محاكمة في الكونغرس، وهذه قد تتطلب أسابيع ويعني عمل طويل، ونحن نعلم أن 10 أيام ليست كافية لهذا المجال. طبعا الرئيس الأمريكي هو قال لن أحضر حفل تسليم المهام، نعم، حفل تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد جو بايدن. ربما هذا قد يكون كذلك تطور غريب في الحقيقة، لأن المرة الأولى في التاريخ الأمريكي يحدث مثل هذا الأمر. نحن أمام مفاجآت أخرى قد تحدث خلال الأيام المقبلة. رشيد، سؤال أخير، هل تعتقد أن الخطوات التي قام بها ترامب مؤخرا وردة فعل الغاضبة من السياسيين الأمريكيين وكبار القادة الأمريكيين، هل هذا مؤشر على إمكانية العودة عن بعض القرارات التي اتخذها ترامب في أيامه الأخيرة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أعتقد. طبعا هو جو بايدن تأكد وصرح بأنه سيتراجع عن الكثير من القرارات خاصة على الجبهة الداخلية، لكن لا نعتقد أنه يتم التراجع كليا، خصوصا ما تعلق بالسياسة الخارجية. ربما الأمر يتم بتدريجي، يعني بشكل تدريجي نوعا ما، أو التخلي عن الحماس الذي كان يبديه ترامب في بعض القضايا، خاصة ما يتعلق بالشرق الأوسط ومع إيران وما إلى ذلك. لكن تبقى المؤسسة الأمريكية يعني لها تقاليد معينة في السياسة الخارجية. رشيد ولد بوسيافة، الإعلامي والكاتب والمهتم بالشؤون السياسية الدولية، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة وعلى هذه الإفادة. نتمنى أن يتجدد اللقاء بك في قبل الأيام بإذن الله. إذا مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا في عدد اليوم من الحصاد الأسبوعي الإخباري. يتجدد اللقاء بكم في قابل الأيام بإذن الله. عودة إليك عفاف. شكرا جزيلا لك زميلي فتحي يعقوب على هذه القراءة في أبرز ما ورد في الصحف الوطنية والدولية. ومشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل تحسيسي نتواصل بعده، ابقوا معنا.
في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. بكم مجددا مشاهدي الكرام. الداء البطني، السيلياك، وأيضا أحيانا يدعى مرض حساسية القمح، كلها أسماء متعددة لمرض واحد، مرض مناعي ذاتي مكتسب يصيب الأمعاء الدقيقة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بقابلية جينية للإصابة به. عن الأسباب والأعراض والمضاعفات والعلاج أستقبل ضيف الصحة بعد الفاصل. ضيفتي في الاستوديو الدكتورة نجاة بوقروة، طبيبة عامة. دكتورة صباح الخير، شكرا لك على تلبية دعوة المشاركة معنا. صباح الخير سيدتي القادرة، صباح الخير مشاهدينا الكرام. أنا أتشرف بوجودي معكم اليوم على القناة الأطخوة وفي الحصة هذا الصباح. شكرا لك دكتورة بوقروة. دعينا نفصل قليلا في هذا الداء، ما هو هذا الداء وما علاقته بالجلوتين؟ مرض البطني أو مرض السيلياك هو مرض ذاتي مناعي سببه هو القمح، يعني هو نقول له حساسية القمح. وعلاش حساسية القمح؟ لأنه القمح يحتوي على مجموعة بروتينات اللي نسموها الجلوتين أو الجليادين. هذا الجلوتين لما يلحق المعدة الأمعاء، الجسم تاعنا يفرز أجسام مضادة. هذه الأجسام هي اللي تروح للأمعاء ولكن لا تقضي على المجموعة تاع الجلوتين، ولكن تقوم بتدمير الجدار الباطني للأمعاء اللي هما موجود اللي متواجد فيه الشعيرات. ما هي الأسباب وراء الإصابة بهذا المرض؟ هو أول سبب المباشر اللي عندنا حنايا هو لا بريديسبوزيسيون جينيتيك، أي هالمرضى لديهم استعداد جيني اللي هو الفينوتيب أشالا ديك 2 والأشالا ديك 8. هذا هو السبب الأول. من بعد تجينا أسباب الخطورة أو عوامل الخطورة اللي هما أول شيء اللي يكون عندنا السن، لما يكون الرضيع أو الأطفال هما المعرضين ليكون للإصابة أو شدة الإصابة تكون كبيرة. عندنا أمراض المناعية مثل داء السكري من النوع الثاني والالتهاب الغدة الدرقية الناتج عن السبب المناعي، لانه اللي عندنا لي زونتيكور الاجسام المضاده. فنفس الاليه تكون عندنا اشتراك بين الداء السكري من النوع الاول اللي تاع الاطفال مع الحساسيه القمح. نعم. إضافة إلى هنا هناك متلازمات كما متلازمة داون، متلازمة ويليامز، متلازمة تورنر، أديسون. هادو كلها عبارة عن كما نقولوا حنايا أمراض تعطينا مالفورماسيون كونجينيتال أو تشوهات خلقية اللي تقدر تعطينا في نفس الوقت حساسية للقمح. هل هناك علاقة مثلا مع الصدمات النفسية؟ يمكن أن أكيد الصدمات النفسية خاصة لما يكون الطفل تعرض ل يعني كما نقولوا حنايا صدمة نفسية، مثلا موت
يعني أحد الوالدين، أحد الوالدين خاصة، يعطينا هذا عامل ظهور المرض نفسه، نفس المريض بداء السكري. يعني هذا العامل اللي قلنا فاكتور ديكلونشون، اللي خلانا نكتشف المرض. أبرز الأعراض التي ترافق الإصابة بهذا المرض لدى الأشخاص، وهل هناك فرق بين الأعراض لدى الأطفال ولدى البالغين؟ احنا عادة عندنا ثلاث مراحل في المرض. عندنا المرحلة تاع الأعراض، والمرحلة اللي يكون فيها المرض صامت، والمرحلة اللي يكون فيها المرض كنقولوا كامل خامل. أما فيما يخص الأعراض بين الطفل والبالغ، يكون اختلاف، لأنه الموتيف دو كونسلتاسيون يعني لما يجينا الطفل وديب الأم للتشخيص، يكون عندنا أعراض غير مباشرة، يعني يكون نمو متأخر في النمو، شحوب في الوجه، أنيميا حادة، يعني يكون عندنا أعراض مش أكثر منها إسهال، غثيان. أما فيما يخص الكبار فحيكون أعراض تاع الأعراض تكون يعني من ناحية الجهاز الهضمي، أنه في غثيان، في إسهال، في آلام في البطن، في انتفاخ. أما الأطفال حيكون الموتيف دو كونسلتاسيون مختلف قليلا، خاصة النمو. نعم، نقص تأخر في البلوغ أيضا ممكن، وتأخر في البلوغ. نعم، في حالة الشك ما هي أبرز الفحوصات التي تلجؤون إليها لتشخيص هذا المرض؟ احنا لما يجينا الطفل عندنا نقوم أول شيء بطلب فحوصات الدم، إضافة للتحاليل الروتينية اللي نشوفوا فيها أي نقص من الفيتامينات وخاصة الحديد، نطلبوا الفحوصات الخاصة بالمناعة الخاصة بالجلوتين اللي هي ليزيجيا أنتي ترانس جلوتاميناز وليزيجيا أنتي أندوميوز. لما يخرج فيهم واحد إيجابي نمروا للمنظار، المنظار اللي ناخده وخزة أو عينة من الأمعاء هي اللي تسمح لنا باش نديروا التشخيص النهائي. بمجرد ما نعملوا التشخيص نمروا للمرحله العلاجيه. طيب، في حاله الاصابه بهذا المرض ومثلا عدم التشخيص المبكر او التهاون في العلاج، هذا المرض يسبب مضاعفات خطيره؟ اكيد، المضاعفات الخطيره اللي نخافوها بزاف هي يتحول المرض الى سرطان الامعاء. هذا كأقصى خطر، يعني كأقصى خطر. عندنا سوء التغذية وسوء الامتصاص يعطينا هشاشة المفاصل بنقص الفيتامين دال والكالسيوم، راح يعطينا في نفس الوقت قصر القامة وانكسار المنحنى تاع النمو. عندنا كما قلنا تأخر البلوغ والعقم، وعندنا فقر الدم حاد. هل هناك تأثير على يعني النشاط العصبي على الدماغ، على اعتبار أن الحبوب مصدر قوي جدا لفيتامين ب؟ أكيد، لما يكون عندنا الطفل مصاب بالمرض السيلياك راح يكون عنده انفعال زائد، راح يأثر على الأعصاب تاعه، يقدر يلحق حتى الاكتئاب. هل فرط النشاط الحركي يعني لدى الطفل يقدر يكون عنده علاقة بهذا المرض؟ لا، ماشي الفرط الحركي، يكون الانفعال زائد مثل مريض السكري. لما يكون عنده ارتفاع في السكر راح يكون سريع الغضب، سريع القلق، هذا هو الانفعال الزائد وليس بالحركي. بالنسبة للالتهابات الجلدية أيضا، هل يتسبب هذا المرض في حدوث بثور مثلا؟ أو حالة، يعني عندنا عدة حالات، منها عندنا الفيتيليجو، هو ظهور بقع بيضاء على الجسم، سي لا ديبيكومونتاسيون كوتاني، هي اللي تكون عندنا في مرض حساسية القمح. طيب دكتورة بوغروة، غياب الجلوتين من النظام الغذائي صحيح حقيقة، يعني إذا قللناه سوف يقلل من التهاب الأمعاء، يعني هذا المرض، لكن غيابه أيضا، غياب المادة هذه من كل النظام الغذائي يستدعي تعويض الفيتامينات الأخرى، كيف تتعاملون يعني في علاج هذه الأعراض؟
نعم، احنا اول شيء لازم المشاهد وخاصة اولياء الامور اللي عندهم اطفال مرضى لازم يعرفوا وين يوجدوا هذه الأطعمة الممنوعة. لابد من نظام خاص خالي من الجلوتين لهؤلاء. نعم، من الجلوتين. اذا عندنا اول شيء فيما يخص لما نديروا التشخيص ويكون عندنا نقص في الفيتامينات، احنا نعطيو العلاج باش نعاودوا نساعدوه على انه يسترجع الطاقه الجسديه في انتظار انه الريجيم الغذائي او النظام الغذائي اللي راح نعطيه له الخالي من الجلوتين، يعني اللي نلقاوه يعني نعتمدوا على دقيق الأرز، دقيق الذرة، دقيق العدس، دقيق الفول، يقدر ياخذ الخضروات والفواكه بكثرة. عندنا اللحوم الطازجة والأسماك والدواجن مسموحة، البيض أيضا، البيض مسموح، الخضروات، يعني هذا هو النظام الغذائي. يعني حتى يعالج هذا الداء لابد من اتباع نظام غذائي مدى الحياة، بما أنه هو مرض مزمن يعني والسبب معروف، فلازم يعني الرجيم تاعه النظام الغذائي الخالي من الجلوتين لازم يكون مدى الحياة. يعني المشكلة أنه لو كان يعني يأكل يعني يأخذ يختل شوية هذا النظام فإنه المرض يرجع له. حتى كميات بسيطة من الجلوتين تؤثر، حتى كميات ضئيلة، حتى كميات ضئيلة يعني لازم يعني في غضون لو يأخذ ريجيم متوازن في غضون سنة يعاود ترجع الشعيرات في الأمعاء، يعني يقدر يعيش حياته الطبيعية. لو في اختلال بسيط نرجع للصفر. دكتورة أبو قروة، أين نجد أيضا الجلوتين يعني فيما عدا القمح، أين نجده؟ ويمكن مثلا حتى يمكن أن نتفادى هذه المواد التي يوجد فيها الجلوتين والتي يمكن أن يجهلها الشخص المريض ويتعامل فقط مع القمح ومشتقاته. إذن إضافة للخبز التقليدي ولا الخبز خبز الصناعي اللي من القهوة، عندنا خبز الشعير يعني الشعير تانيك، عندنا البرغل، الفريك، هادو ممنوعة لأنه من مشتقات القمح، إضافة لأنه عندنا أطعمة فيها رقائق الخبز، فيها طحين الخبز، يعني تكون يعني داخل المواد يعني تختفي وما نعرفوهاش. فعلى الأم ولا على الشخص المريض لما يروح يشري يقرأ المكونات، لأنه كاين ليزاميدون دو بلي، كاين ليزاميدون تاع الشعير، صافي لازم يقرأ مليح. ولا أي حتى لو يلقى أنه مكتوب بروتين ولا مكتوب أميدون وما كانش يعني حاجة تدل على أنه قمح أو غير لا يشتري. هذا من جهة. من جهة ثانية عندنا المأكولات والمشروبات اللي فيها الملونات والمواد الحافظة، والمواد الحافظة هي غير مسموح بها لأنها حتزيد ضاعف لنا المشكل المرضي. هل هناك أدوية تحتوي على الجلوتين؟ هناك أدوية، يعني أدوية كثيرة وعندنا قائمة نتعاملوا بها، على الطبيب أنه يكون مطلع عليها باش لما يكون عندك مريض سيلياك ما تعطيلوش هذه النوعية. وموجودة حتى مريض سيلياك لو يروح عند طبيب مش طبيبه لازم يطلع على المكونات، راح يلقى أنه في أدوية فيها أميدون دوبلي وفيها بروتين تاع الجلوتين، فيتجنبها ويستعمل البديل اللي ما فيهش اللي فيه الأميدون تاع المايس. طيب ما حقيقة وجود الجلوتين مثلا في معجون الأسنان، في غراء الأظرفة، في عجينة الصلصال التي يتعامل مع الأطفال، هل هذا يعني أمر حقيقي؟ لا، هذه ما عنديش معلومة يعني صراحة هذا ما عنديش معلومة عليها، ولكن أظنها غير صحيحة وربما مبالغ فيها. مبالغ فيها. دكتورة أبو قروة، هذا المرض ممكن أن يصيبنا في أي عمر؟ هو هذا المرض ممكن يصيبنا في أي عمر ممكن، لأنه كما قلت مقبلة عندنا ثلاث مراحل. خطورة المرض تكمن أنه لما يكون الأعراض ظاهرة
اوكي خلاص حنايا نقدروا نروحوا ونشخصوا، بس لما يكون في مرحله انه المريض راه في مرحله المرض الصامت، يعني لما نعملوا التحليل المناعي نلقاه ايجابي، الاعراض ما كانش ولكن الامعاء راهي تدمر والشخص ما على بالوش، يعني هذه شده الخطوره. وكاين عندنا المرحله تاع المرض اللي يكون كامل، وفي هذه المرحله المصل ايجابي، الاعراض ما كاش والامعاء غير تدمر، يعني هذا المرض طويل المدى. دكتور ابو قروه، يعني هكذا يعني متى في حاله الشك متى نذهب الى الطبيب؟ اي الاعراض البارزه التي تجعلنا نذهب الى الطبيب ونشك في الاصابه بهذا المرض؟ عندنا الاعراض البارزه، عندنا الاسهال المزمن، وبعض الاحيان يقول لي عندنا امساك معه، عندنا انتفاخ البطن، غثيان، التقيؤ، هادو الأعراض البارزة فيما يخص أو معها ألام البطن وألام الرأس. أما فيما يخص الأعراض الثانية، مثلا عادة هو الأنيميا هي اللي تقولنا أنه هناك مشكلة، هناك يعني مشكلة في الجهاز، أنيميا متكررة. يعني نلقى أن الشخص لما ياخذ المكملات وياخذ الفيتامينات يسترجع القوة، بعد لما يحبس المكملات او الفيتامينات يعاود يرجع لهذاك الضعف والوهن اللي كان فيه من قبل. يعني هادو الاعراضين اللي يعطونا. دكتورة بوغروة، يعني في حالة الإصابة خصوصا لدى الأطفال، يعني لابد من التعايش مع هذه الإصابة واتباع حمية غذائية، ربما هو هذا السبيل الوحيد للخلاص من هذا المرض، أو ليس على الأقل التعايش معه؟ نعم، بالنسبة للطفل لازم ندربه مع الوقت، لازم ندربه باش يتعلم انه هذا هو العلاج الوحيد، يعني للبالغين والاطفال. مشكله انه لما يكون طفل متمدرس، لما يكون عنده احتكاك مع اطفال واحد اخرين راح يكون او الاولياء ما يخبروش المدرسه المحيط المدرسي انه مريض بالسيلياك ولازم ما ياخذش هذه، ممكن انه الاستاذه تعطي له حلويات، تعطي له البسكوت، او ياكل مع اصدقائه، فالرجيم ما يكونش متابع بشكل جيد، فيكون المراحل يعني النوبات تاعو يكونوا اكثر. نذكر دكتوره ان حتى المنتجات الغذائيه الخاليه من الجلوتين يعني غاليه نسبيا مقارنه بالباقي الاغذيه، وهذا عبء زياده على العائلات. اكيد لما هي متوفره والحمد لله انها موجوده، لانه دوكا رانا عندنا يعني الكسكس السميد الخالي من الجلوتين، عندنا يعني منتجات عديده اللي تسمح له انه النظام الغذائي يكون شويه مختلف. في نفس الوقت هي غاليه، لازم الدوله تدعمها. نعم. لانه راهي غاليه، يعني الفارينه ب 25 30 الف لي باكي صغير، دونك الانسان باش يدير خبز ولا الطفل هذاك يعني راح يسخن شويه. دكتوره ابو قروه، هذا المرض هل هو وراثي؟ نعم، قلنا احنا من قبل انه وراثي، كل ما تكون يعني الام ولا الاب ولا التنين هما المصابين، قد ما الاصابه راح تكون حتميه للطفل، وكل ما يبتعد الاقارب المصابين، يعني كل ما نبتعد بدرجه الاقارب فينخفض النسبه. نعاود نذكر فقط بالعوامل المحفزه، يعني عوامل الخطوره، قلنا فيما سبق مثلا اصابه احد الاخوه من بهذا المرض داء السكري ايضا. نعم، عوامل الخطوره قلنا السن الصغير، يعني الرضيع والطفل الصغير، امراض المناعيه كيما داء السكري او الغده الدرقيه، هناك متلازمات كما قلنا متلازمات داون وتورنر ويليامز، وعندنا اسباب التهاب نسيناها هذه من قبل، اسباب التهاب الكولون الغير
يعني كغير مرتبط بالسيلياك، كسبب التهاب جرثومي او عضوي او عدم تحمل الحليب. كسؤال اخير دكتوره بوغروه، وبعيدا عن السيلياك وهذا المرض الخطير، يعني هناك ايضا ما يسمى بعدم تحمل الغذاء، يعني ممكن التزاوج بين اغذيه معينه ممكن ان يهيج مناعه الانسان ويسبب له لاحقا الاصابه بالمعروف الامراض المعروفه مثل السكري، هل ثبت علميا ذلك؟ نعم، احنا دوكا عندنا من 4 سنوات او 3 سنوات عندنا انتوليرونس اليمونتير، يعني لو سيندروم دانتوليرونس اليمونتير او عدم تحمل الغذاء. يقدر هذا نتحمله نوع من يعني الامعاء تاع الشخص ما يقدرش يتحمل نوع او عده انواع من الغذاء اللي او الاكل اللي ياخده. فهذا عدم تحمل الغذاء احيانا منا اعراض تشبه السيلياك او تشبه حساسيه تاع القمح او حساسيه الهضميه، فالاليه تختلف. هو الاليه تاع لانتوليرونس اليمونتير هي عامل الامعاء وليس عامل مناعي مباشر، واسبابه هو عدم الهضم تاع المنتجات الالبان، الاطعمه صعبه الهضم مثل الملفوف. فهذا راح يعطينا نفس الاعراض لو ما نعالجوهاش، يعني لاسباب انه ما عندناش انزيمات، ما عندناش او حساسيه كبيره لماده كيميائيه متواجده في الطعام، او عندنا ماده الحافظه ما حملهاش الجهاز الهضمي تاع الانسان، يعطينا مع الوقت امراض المزمنه، يعني كالغده الدرقيه، كالسكري، يعني تطورات تاع الامراض. وهذاك الشخص في كل فتره حيكون عنده مرض مختلف، فما هوش حيعرف باللي انه السبب هو الجهاز الهضمي. وكما يقولوا انه الجهاز الهضمي هو الداء بيت الداء والدواء. تبقى سلامه دائما هي في نظام غذائي متوازن صحي. شكرا جزيلا لك دكتوره نجاة بوقروه، طبيبه عامه، على كرم الحضور وعلى كل هذه الاستفاضه القيمه. شكرا على الاستفاده الجميله اللي استقبلتوني بها، وان شاء الله المشاهد كان استفاد من المعلومات اللي قدمناها، وان شاء الله كل التوفيق لهذا البرنامج. ان شاء الله، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، نمر الان الى هذا الروبورتاج للزميله دنيا نوالي حول عوده النقل بالسكك الحديديه في ولايه بشار. محطة قطار بشار ها هي تعود من جديد إلى نشاطها بعد غياب فاق 9 أشهر، حيث تجهزت المحطة بكافة الضروريات اللازمة لتطبيق البروتوكول الصحي. المرحلة هذه الاستثنائية اللي تشهد انطلاق تدريجي من الرحلات حسب البرمجة اللي أعدتها الشركة. في الوقت الحالي عندنا رحلة برك الكوراديا، أما القطار الليلي فمازال على مرحلة ثانية. وضع ملصقات إشهارية توضح للمسافرين عبر القطار خطر الفيروس، وضع ملصقات أرضية تهدف إلى التباعد، وضع معقمات على مستوى المحطة وعلى مستوى القطارات، كذلك عملية تعقيم دائمة لكل محطة والمساحات في المحطة وكذلك القطارات. ثمن المسافرون بدورهم قرار الاستئناف وعبروا عن وعيهم بارتداء القناع الواقي واحترام التباعد الاجتماعي. المزيه اللي ولات لنا هاد الوسيله تاع النقل بعد كاينه الحمد لله اللي داروا لنا هاد المبادره. كنا مغبونين ودوك الحمد لله داروا لنا الطرا وشوفوا بناتنا باش نفوتوا. الحمد لله على كل حال كي ولا هاد الطرا، وكانت الناس مغبونه بزاف والناس استغلت لوكازيون، والحمد لله الدولة راها استجابت للمواطن. استئناف الرحلات يكون بتحديد عدد المسافرين بنسبة 50% مع احترام مواقيت الحجر الصحي للولايات، وهذا من أجل الوقاية وتوفير النقل الآمن. أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. بدأ العد التنازلي لموعد الفروض والامتحانات، وبدأت الاستعدادات في كل بيت لمساعدة الأبناء على اجتياز هذه الاختبارات في جو من الهدوء والتحفيز بعيدا عن التوتر الذي يعاني منه أبناؤنا. كيف يستعد أبناؤنا نفسيا ذهنيا وبدنيا؟ ما هي الأخطاء وما هي النصائح وما هي مفاتيح النجاح والتميز؟ كل ذلك مع ضيفة الصباح بعد الفاصل.
أرحب وإياكم مشاهدي الأفاضل بالأستاذة نوارة شافعي مديرة الثانوية السابقة ومختصة في التوجيه والبيداغوجيا. أستاذتي الفاضلة صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا لك على الدعوة. صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين وللأسرة التربوية. أهلا بك أستاذة نوارة شافعي. ضغط، توتر، خوف، كلها عوامل مشتركة داخل كل أسرة جزائرية الآن يمر أبناؤها بفترة الامتحانات أو يستعد لهذه الامتحانات. أليس حريا بنا أن ننظر إلى هذه الفترة يعني من ناحية قيمتها بالنسبة للامتحانات على اعتبار أنها منحة وليست محنة؟ ما هي قيمة الامتحانات؟ على كل الامتحانات هذه السنة تأخرت قليلا، هي مبرمجة في أواخر شهر فبراير، لكن تسبقها الفروض. وعادة في وسط الأسر الجزائرية نقول أن الفروض هي اختبار، ولو أنها ليست الامتحان الفاصل وإنما مكملة للامتحان ومهيئة للامتحان. الظروف التي يجب أن نضع فيها التلميذ في هذه الفترة هي أولا الضغط الأسري، لابد أن يقلل الأولياء من هذا الضغط، وأن يتخذوا يعني الأولياء يتخذوا طرقا تجعل هذا التلميذ في وسط هادي أولا، ثم تهيئة لهذه الامتحانات وهذه الاختبارات وهذه الفروض فلا تتم بالطريقة التي نراها حاليا. هناك ضغط لأن التلميذ يتلقى دروسا في المدرسة، يصل إلى البيت يجد دروسا أخرى، وهذا هو الخطأ. معناه أن التلميذ عندما يصل إلى المنزل يجب أن يغير الجو قليلا، يجب أن يستريح، ويجب أن يفكر في ما درسه في نفس اليوم، ومن هنا تنطلق تهيئة التلميذ إلى الامتحانات. معناه أن نجعل هذا التلميذ يراجع ما قدم له في اليوم ذاته، ولا يخترع شيئا آخر أو يدرس شيئا آخر، وإنما يراجع الشيء الذي تقدم إليه أو قدم إليه في نفس اليوم، يراجعه في المساء ويهيئ نفسه لهذا الفرض. لأن الآن سنتكلم عن الفروض أولا، كيف؟ فالفروض عادة الأساتذة يطرحون أسئلة عن آخر الدروس، وهنا الفرق بين الفرض وبين الامتحان أو الاختبار. الاختبار فهو حوصلة لما درسه التلميذ في الفصل، وإنما الفرض فهو يمكن للأستاذ أن يطرح أسئلة حول الدرس الأخير أو ما قبل الأخير، حتى يجعل التلميذ يراجعه. وعندما يراجع التلميذ فإنه يستعد لاجتياز الامتحان. وأما التلميذ الذي يترك الدروس تتراكم فهنا لا يستطيع أن يجتاز هذه الامتحانات بسلام، وإنما الطريقة المثلى هو أن يراجع التلميذ كل ما درسه يوميا، وأن يحفظ يوميا كل ما قدم له من دروس مختلفة، وبالتالي عند اقتراب فترة الامتحان يكون التلميذ قد هيأ الدروس التي يمكن له أن يستغلها وأن يتركها في ذاكرته وفي مخيلته، كي يستطيع أن يجيب عن الأسئلة التي تطرح في يوم الامتحان. وهنا كيف يستعد الأولياء؟ لأنني أعرف أن الأولياء يعيشون ضغطا أكثر من التلاميذ، أكثر من الأبناء، فالأولياء يتركون هذا التلميذ يحب الدروس التي يدرسها في اليوم. كيف؟ بطرح بعض الأسئلة. الآن عندنا ما شاء الله حوالي أكثر من 90% من الأولياء متعلمون، يتابعون أبناءهم، ويقولون أننا نرافق أبناءنا ونعلم أبناءنا في المنازل، ولكن كيفية تعليم الأبناء في المنازل يجب أن ترافق وأن تكون بتلك المراجعة التي كما قلت تحبذ التلميذ في الدرس وفي موضوع الدروس. كيف؟ طرح سؤال في درس معين، وجعل التلميذ يهتم أكثر عندما أقول له مثلا كأم أو كأب أنا لم أفهم هذه الكلمة في الدرس، فيحاول هو الشرح، هو يحاول أن يشرحها وأن يبسطها وأن
هناك بطريقة ذكية. نعم. سترسخ في ذهنه عندما يقرأ التلميذ، نحن نقول أنه يحفظ، معناه يسرد بعد الحفظ، يسرد على الأولياء الدرس. كيف؟ ليس هكذا تلقائيا ما حفظه يسرده هكذا دون فهم، وإنما أوقفه في بعض الفقرات، أطرح عليه سؤالا وأقول له أعطيني أمثلة، مثلا شخص ما حفظته، شخصه لي حتى يرسخ في ذهنه ولا ينساه يوم الفرض ويوم الامتحان. بهذه الطريقة سنوفر هذا الجو وسنبعد الضغط على التلميذ، يعني هذه هي الطريقة التي تساعده. لكن إذا تكلمنا عن التلميذ الذي يترك الدروس تتراكم لا يراجعها، لا يهتم بها، لا يسأل عنها، لا يبحث عنها، فيوم الاختبار لا يجد بداية الإجابة ولا نهاية الإجابة، وبالتالي يفشل التلميذ. وهنا يمكن لنا أن نقول أن هذه تهيئة الأولياء لأبنائهم كي يقبلوا على اجتياز الامتحان أو الفرض. لكن من جانب آخر الأستاذ له طرقه أيضا. الشيء الجديد هذه السنة هو أن الاختبار مدته 45 دقيقة نقص في الزمن وليست ساعة كاملة. ومن هنا على الأستاذ، لأنه بصفة عامة الاختبار يحذر للتلميذ المتوسط، يعني أسئلة الاختبار في متناول الفئة المتوسطة، يحذر للتلميذ المتوسط هو الذي يجيب على هذه الأسئلة، المتفوق سيجيدها بكل سلاسة وسهولة، والتلميذ الذي نسميه ضعيفا يبذل مجهود، يستطيع أن يبذل مجهود ليلتحق بالتلميذ المتوسط. نعم. هذا هو الهدف. الهدف من أن أسئلة الاختبار توضع للتلميذ المتوسط. أيضا توقيت الاختبار يجب أن يضع له الأستاذ اعتبارا. إذا كنت أنا أستاذة ومتمكنة وأستطيع أن أجيب على أي سؤال بسهولة، فأجعل نفسي مكان التلميذ المتوسط الذي يجب أن يكون له الوقت اللازم ليفكر ويجعل تلك المسودة، يخربش في المسودة، وبالتالي ينقل الإجابة الصحيحة والسليمة على ورقته. إذن أقيم موضوع الاختبار وتوقيت الاختبار من أجل التلميذ المتوسط حتى يتمكن جل التلاميذ من الإجابة على الأسئلة المطروحة. طيب أستاذتي الفاضلة أستاذة نوارة شافعي، نحن الآن في فترة المراجعة، يعني تحسبا لاقتراب الفروض ولاحقا الاختبارات، كيف، ما هو السر في أن تكون المراجعة ناجعة؟ هل يجب التركيز على الحفظ، على الفهم فقط؟ هل يعني للتنظيم دور مهم؟ نعم، تنظيم له دور مهم جدا، خاصة وأن جل التلاميذ لديهم مواد مختلفة، وعادة المواد الأساسية تعطى في الفترة الصباحية والمواد المكملة تعطى في الفترة المسائية، وفترة الفروض تنظم أيضا، مع أنه لا يعطى للتلميذ الواحد أكثر من فرضين في اليوم. صحيح. وبالتالي التلميذ له الوقت في أن ينظم حسب جدولة الفروض، لأنها مجدولة حسب كل أستاذ يعطي اليوم والتوقيت، فالتلميذ ينظم نفسه حسب هذا الجدول. لكن المراجعة تتطلب الحفظ وتتطلب الفهم. وصدقني القول، إن لم يفهم التلميذ في القسم فيصعب عليه أن يحفظ في المنزل. ربما الفهم يقودنا بسلاسة إلى الحفظ، يعني إذا فهم، لأنه إذا فهم التلميذ واستوعب الدرس في القسم في تلك الساعة فله 50% من الاستيعاب في ذاكرته، وبالتالي عندما يراجع ذلك في المنزل فيكون بأتم سهولة أنه يستوعب الدرس، وأنه مستعد، يكون مستعدا لأن يجيب على أي سؤال يطرح له في المادة. إذن التنظيم، التركيز، الفهم في القسم، ثم الحفظ والمراجعة الجيدة في المنزل. وبالتالي هناك مواد تتطلب بعد الحفظ، أقول بعد الحفظ لأن الدرس يجب أن يحفظ وأن يرسخ في ذهنة التلاميذ، لا بد من القيام بتمرينات في نفس المادة منزلية، معناه الأساتذة دائما في آخر الحصة يكلفون التلميذ بإنجاز تمارين أو اثنين أو أكثر،
فالتلميذ عندما يحفظ عندما يفهم يصل إلى المنزل يراجع ثم يقوم هو بحل بعض التمارين في المواد، فمن هنا تكمن سهولة الإجابة وسهولة الإقبال على الفرض وعلى الامتحان. وخلال المراجعة أستاذتي الفاضلة، يعني هناك من الطلبة أو التلاميذ من يعاني مثلا أحيانا من الضغط النفسي الشديد نتيجة التركيز على مادة مثلا بشكل أكثر، هل ينصح مثلا خلال المراجعة الجمع بين مادة علمية ومادة أدبية حتى يعني يخف الضغط على التلميذ؟ أكيد، لأنه حتى برمجة الفروض في حد ذاتها كما قلت لك سابقا فإنهم يبرجون مادة أساسية ومادة مكملة في نفس اليوم حتى لا يتعب التلميذ وحتى لا يضيع بين هذه وتلك المواد. إذن في المراجعة التلميذ كما قلت لك هناك جدول، معناه أنه ينظم نفسه حسب هذا الجدول الذي يعطى له في المؤسسة. ماذا يفعل؟ يركز على المادة الأساسية مثلا لمدة ساعة كمراجعة، ثم يغير الجو وتغيير الجو وباستعمال هذه الوسائل الحديثة مثل الهاتف النقال الانترنت إلى غير ذلك يمكن أن تساعده في المراجعة. كيف؟ مثلا قد درس وراجع مادة علمية لنقول مادة العلوم الطبيعية، مادة العلوم الطبيعية ثرية يعني نجدها في حتى في الأكل حتى في الخضر والفواكه يمكننا أن نلمس المادة العلمية علوم طبيعية. فمثلا تقول له الأم أو الأب أو الأخ أو الأخت ادخل إلى جوجل وابحث عن مادة الجزر عن فاكهة أو خضر مثل الجزر مثلا، ما هي الفوائد التي نجدها في هذه في الجزر لها علاقة بالدرس الذي كان قد راجعه سابقا؟ مباشرة التلميذ سيهتم أكثر وسيكمل بعض المعلومات التي تسهل عليه فهم هذا الدرس الذي مثلا فيتامين أو لستو أدري يستخرجها من جوجل وهو قد استعمل الهاتف وغير الجو ولم يضيع وقته يعني ولم يضيع وقته وغير الجو بعد ساعة أو أكثر يرجع إلى المادة الأخرى لنقول مادة اللغة العربية. مادة اللغة العربية إذا تكلمنا عن اللغة لا نتكلم عن الأدب لأنه في التعليم الأدب يدخل في اللغة العربية لأن الهدف هو تعلم اللغة العربية وإتقان اللغة العربية. إذا نبحث يبحث في يراجع دروسه في مادة اللغة العربية مباشرة. هل تتذكر أن هناك قصيدة شعر قد كتبها شاعر ومؤلف مثلا وهي تدخل في نفس الموضوع الذي درسه وراجعه للفرض مثلا؟ فهي نحفظ معا بيتا شعريا تستخرج الأم أو الأب بيتا شعريا مما درسه التلميذ يعني لا نذهب بعيدا، فيحفظ مع أمه أو أبيه هذا البيت ويمكن أن يستشهد به عندما يقبل على الفرض أو على الاختبار. إذن هناك طرق حتى نجعل التلميذ يعيش في جو الفرض وفي جو الاختبار مهما غيره، غيره بالتلفزة، غيره بالانترنت، غيره بكتاب، غيره بصفحة بجملة، فدائما لا نترك له فرصة الخروج من هذا الجو بهدوء أو الملل بهدوء، بل بالعكس نجعله ربما ينتظر بشغف هذا الفرض أو هذا الاختبار. هذا عن أهمية الحوار الأسري ومشاركة الأسرة أبنائها يعني أكيد. في التخفيف من الضغط وتحبيبه في الامتحانات. أستاذتي الفاضلة، اختيار الوقت المناسب للمراجعة والحفظ، ما هو الوقت المناسب؟ مثلا هل لا يحبذ السهر طبعا؟ هل الاستيقاظ باكرا مفيد؟ ولا هذا أيضا ولا لا هذا ولا ذاك. معناه أن كما قلت التلميذ الذي يداوم يوميا على المراجعة فكل شيء يأتيه بسهولة، والتلميذ الذي يخرج من المدرسة نتكلم عن التعليم الثانوي في المساء يخرج على 5:30 مساء، معناه لا يجب أن نضغط على هذا التلميذ أنه مباشرة بعد وصوله إلى المنزل يجب أن يأخذ الكراس والكتاب ويبدأ في المراجعة. هذا سوف لا يساعده. لابد من تغيير الجو، لابد من أخذ قسط من الراحة، الراحة الذهنية، ذهنية ساعة
بعد وصوله إلى المنزل يستخرج ما يجب ويراجع ما يجب، ينام باكرا، يستيقظ باكرا أكيد، لأن حتى دوام دوام المدرسة التلاميذ يستيقظون باكرا مع المواصلات ومع السيركيلاسيون ومع هذه، معناه أن التلميذ يستيقظ باكرا أكيد، لكن لا يجب أن نقضه على الساعة الرابعة صباحا كي يحفظ درسه، هو لا يريد، هو يكون نائما أو شبه مستيقظا، ولهذا يجب أن نتركه يكمل ساعات نومه، لكن نتأكد قبل نومه أنه قد استوعب وقد راجع وقد فكر وملأ تفكيره بأنه سيقبل على الاختبار أو على الفرض يوم غد في الصبيحة. وربما أستاذتي الفاضلة الاعتماد على ملخصات بسيطة لكل مادة ولكل درس سيسهل عليه مهمة استيعابها لاحقا، شريطة أن يكون قد فهم الدرس، لأنه الملخص لا يجب، لا يمكن لنا حتى نحن ككبار لا يمكننا أن نلخص صفحة دون فهمها، دون فهمها أكيد. إذن يفهم الدرس يحفظه ثم يلخص، هذه الملخصات كما قلت ستجعله في كراس معين، ستجعل له في تلك اللحظات الأخيرة التي خاصة الطلبة التلاميذ النجبة يريدون دائما إلقاء النظرة الأخيرة على ملخص أو على كلمة أو على جملة، هذه ستساعده، ستساعده فقط، وإنما الأساس هو التركيز وفهم الدرس وحفظ الدرس مهما كانت المادة. صدقيني القول، مهما كانت المادة إن لم يحفظ التلميذ سينسى أكيد، سينسى. والحفظ بدون فهم إذا ضيع الكلمة الأولى أو الجملة الأولى ضاعت كامل السلسلة، ضاعت السلسلة. أستاذتي الفاضلة، ماذا عن المراجعة مع الأصدقاء، المراجعة المشتركة مع الأصدقاء، وخصوصا نحن في هذا الوقت، يعني في هذا العصر هناك مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مجموعات وجروبات على الانستغرام على الفيسبوك، ما أهمية هذه المراجعة المشتركة في أن يحس مثلا تلميذا هو ليس وحده؟ هي مفيدة جدا، بشرط أن لا تكون مجموعة كبيرة جدا، معناه 2-3 هذا أفضل مجموعة للمراجعة الجماعية. لماذا المراجعة الجماعية؟ لأن بعد الحفظ وبعد فهم الدروس فقيمة الفهم وقيمة الذكاء تختلف من تلميذ إلى آخر حسب قدرات كل واحد، ينسى بسرعة، هذا التلميذ لا يفهم بسرعة أيضا، هذا التلميذ ربما فهمه بطيء ولكن معقد في نفس الوقت، معناه لا يفهم ما يجب أن يفهمه، وبالتالي هذا يكمل زميله، معناه أن المراجعة بثلاث أفراد تساعد كثيرا على إثراء الدروس وعلى فهم الدروس أكثر فأكثر، هذا هو الهدف. استعمال الوسائل جيد كما قلت في محله، معناه عندما يلتقي دون تضييع الوقت، نعم، معناه عندما يلتقي ثلاث تلاميذ إذا كان الواحد منهم شغوفا بالألعاب سوف لا يجب أن يؤثر على المجموعة، وإنما دائما في صلب الموضوع يجب أن تكون جدية وأن تكون ضبط للوقت، أن يكون هذا الضبط موجود وأن يكون التركيز على كيفية المراجعة، لا يجب أن تطول، لأنه إذا أطالت هذه الجلسة مثلا بينهم يمكن أن تخرج عن أهدافه، تنحرف، سوف تنحرف وتخرج عن الموضوع المحدد أو الهدف أو الغرض من ذلك. أستاذتي الفاضلة، دائما ضمن الاستعدادات الذهنية والنفسية والبدنية لدى طلابنا وتلامذتنا ليوم الامتحان، دعنا نركز على أهمية التغذية، النوم، الأكل الصحي، يعني حتى نلاحظ أن هناك إغماءات داخل قبل الامتحان بقليل، يعني بسبب عدم الأكل الصحي، وأيضا نؤكد أيضا على أهمية التفكير الإيجابي وتحفيز النفس. إذن فيما يخص التغذية، التلاميذ الذين لا يتناولون شيئا في الصباح ففعلا يعانون أثناء الاختبار، ولدي تجربة طويلة من هذا النوع، بحيث كما قلت يمكن أن تصل إلى الإغماء في الصباح، ولهذا أقول أنه يجب على الأولياء اختيار
أشياء من السكريات في الصباح. لا نتكلم عن القهوة، ممكن الحليب فيه فائدة، لكن القهوة ممكن توقظ بعض التلاميذ في سن معينة في الثانوي مثلا، أما الابتدائي والمتوسط فبعض السكريات في الصباح تساعد التلميذ على هذه الطاقة التي يجب أن تكون عنده في مواجهة أسئلة الاختبار. بالنسبة للتغذية يوميا، صدقني القول لا يوجد أحسن من الأكل في المنزل. نعم. ومن الأكلات السريعة حتى يعني مضرة حتى بالذاكرة. نعم. فالأكل في المنزل وأكل ببطء وكل هذا سيساعد التلميذ على تحمل جسديا كما قلت هذه الاختبارات أو مواجهة الاختبارات والفروض. بالنسبة للتلميذ الذي قد أكل وقد انتفع بأكله وقد، فالنصائح هي ألا يأكل حتى التخمة. نعم. لأن هذا أيضا سيضر به وبحالته النفسية والجسدية، وإنما التلميذ الذي يكون عاديا في أكله وفي تفكيره وفي تركيزه فهو تلميذ ناجح، ليكون لا الإكثار ولا التقليل من كل هذه الأشياء، التغذية التغذية الذهنية. كنصيحة أخيرة أستاذتي الفاضلة، خلال الامتحان ما الذي يجب عليه أن يركز؟ أن يداوم على فهم الدروس وعلى مراجعتها وعلى حفظها، فهنا يسهل عليه الامتحانات بجميع أنواعها. نعم، شكرا جزيلا. أنا أتمنى كل توفيق للتلاميذ، كل تشجيع للأساتذة والإداريين. نعم. ومرافقة هؤلاء التلاميذ. شكرا جزيلا لك يا أستاذتي الفاضلة. ليس هناك طريق مختصر للنجاح، ولكن بالجدية والعمل سنصل إلى تحقيق الأهداف. أستاذة نورة شافعي، مديرة ثانوية سابقة مختصة في التوجيه والبيداغوجيا، شكرا جزيلا على قيمة هذه النصائح وعلى كرم الحضور. عفوا سيدتي، شكرا لك. العفو. مشاهدينا الكرام، إلى غرفة الأخبار الآن وموجز بأهم الأنباء مع الزملاء من هناك. تمام وتاسع، موجز لأهم الأنباء. بداية وبمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تنظم اليوم ندوة صحفية في إطار التحذير لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا. وبخصوص الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 275 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 101657، في حين تمثل أمس للشفاء 68802، من بينهم 213. كما سجلت أمس 6 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 2798 وفاة، رحمهم الله. أما في العالم، فقد تزايد بشكل قياسي عدد المصابين بفيروس كوفيد 19 في كل أرجاء المعمورة تقريبا، مسجلا أكثر من 658 ألف حالة إصابة جديدة كل 24 ساعة، نصفها بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما قطعت الصين مدينتين كبيرتين جنوب العاصمة بكين عن العالم بعد اكتشاف 127 حالة. في غضون ذلك، تقوم عديد الدول بتسريع وتيرة برامج التلقيح ضد الفيروس، فيما ضعف الاتحاد الأوروبي طلباته بخصوص جرعات اللقاحين المعتمدين في انتظار منح الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا من جامعة أوكسفورد البريطانية. في الرياضة، تعرفت أمس الأندية الجزائرية المتأهلة إلى دور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الإفريقية والدور 16 مكرر لكأس الكاف، تعرفت على منافسيها بعد عملية القرعة التي جرت بمقر الكاف بالقاهرة. ففي كأس رابطة الأبطال سيلعب شباب الوزداد في المجموعة الثانية إلى جانب
تيبي مازامبي الكونغولي، ماميلو ديسان داونز جنوب إفريقي، والهلال السوداني. أما مولودية الجزائر فستلعب في المجموعة الرابعة رفقة أندية الترجي التونسي، الزمالك المصري، وتنجيث السنغالي. أما في كأس الكاف ولحساب الدوري السادس عشر مكرر سيواجه فريق وفاق سطيف أشانتي كوتوكو الغاني. أما شبيبة القبائل فستكون على موعد مع ممثل الكرة المالية نادي الملعب المالي. ولحساب الجولة السابعة من البطولة المحترفة الأولى لعبت أمس ثلاث مباريات ميزها الفوز الأول لنصر حسين داي على حساب أولمبي أشلف بهدف لصفر، في حين عاد فريق جمعية عين مليلة بفوز ثمين من قسنطينة أمام الجاري شباب قسنطينة بهدف مقابل صفر، وهو الشأن بالنسبة لشبيبة سكيكدا التي تغلبت على شبيبة الصورة بالنتيجة ذاتها على أن تتواصل الجولة السابعة اليوم السبت تتصدرها قمة الهضاب بين أهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف. وإليكم الآن برنامج مباريات اليوم للجولة السابعة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. نهاية الموجز الموعد يتجدد في تمام العاشرة في موجز آخر لأهم الأنباء في أمان الله. سعداء جدا مشاهدي الأفاضل باستقبالكم في الساعة الثانية من برنامج هذا الصباح لنتحدث الآن عن الثقافة. أبو الرواية الجزائرية عبد الحميد بن هدوقة يعود هذا الأسبوع من خلال ندوة وطنية تنظمها وزارة الثقافة والفنون بالمكتبة الوطنية بالحامة بالعاصمة وعلى مستوى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية عبر الوطن. بن هدوقة الذي يعتبر طفرة في السرد الجزائري حيث ترجمت أعماله إلى عدة لغات وساهمت في تقديم تفاصيل الحياة الجزائرية، ضيف الثقافة بعد الفاصل. أسعد وإياكم مشاهدي الأفاضل باستقبال الأستاذ محمد صاري، أستاذ جامعي وكاتب. أستاذ الفاضل صباح الخير، وشكرا لك على تلبية الدعوة. وشكرا لهذه الدعوة الكريمة. أهلا بك أستاذ صاري. بداية، الأديب الجزائري الكبير عبد الحميد بن هدوقة صاحب رائعة ريح الجنوب يستحق أن نحتفي به في أكثر من مناسبة، ما أهمية هذه الندوة التي ستنطلق بعد قليل في استخلاص جوانب مضيئة من مسيرة الراحل؟ وهذه الندوة حول عبد الحميد بن هدوقة تدخل في ما يسمى باستمرارية وتخليد الذاكرة الأدبية للجزائر، لأن الجزائر تملك أدباء كبار ولا يمكن أن يغيب هؤلاء وتغيب ذكرهم بمجرد وفاتهم. نعم. ولهذا مثل ما كانت نظمت ندوات كثيرة عن محمد ديب وعن ملك بن نبي وعن كاتب ياسين وغيرها، وها هو بن هدوقة. ومثل ما قلت حقا، يكفي لبن هدوقة أنه مؤسس الرواية الجزائرية باللغة العربية، مثل ما نعتبر محمد ديب مؤسس الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، مع
الدار الكبيرة التي نشرها في سنة 1952. بن هدوكا نشر رواية ريح الجنوب في 1971، وهي تعتبر أول رواية ناضجة من الناحية الفنية ومعاصرة. وكذلك الشيء الأهم أن بن هدوكا يقدم لنا في هذه الرواية نبضات حياة الريف وواقع المرأة في الجزائر. وقد يعني تلقى الجمهور القراء والنقد وغير ذلك هذه الرواية بحفاوة كبيرة، ومباشرة ترجمها المترجم مارسيل بوا إلى اللغة الفرنسية، ومباشرة أيضا قام المخرج السينمائي محمد سليم رياض بتحويل هذه الرواية إلى فيلم. وقد لعب في الفيلم يعني كبار الممثلين عبد الحليم الرئيس، كلثوم، العربي زكال، نوال زعتر وهي صغيرة. يعني صغيرة، نعم، يعني صغيرة. نعم. ولهذا نقول بأن يعني بن هدوكا أثار بهذه الرواية الأولى، وضع بصماته كلية في عالم الأدب والأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية. أستاذي الفاضل، إذا توقفنا عند مسيرة الراحل وإسهاماته الأدبية المتميزة في الكثير من الأجناس الأدبية، القصة، الرواية، التمثيليات الإذاعية وغيرها، حدثنا يعني بصفة موجزة عن أغلب هذه الإسهامات. هو طبعا بن هدوكا متعدد يعني المواهب في الأجناس الأدبية المتعددة. احنا في يعني حد يعني في 2012 مهرجان الكتاب، مهرجان الأدب وكتاب الطفل أو كتاب الشباب، عملنا يعني محاولة تجربة لتقديم سميناها 10 محطات للأدب الجزائري الحديث. قدمنا 5 كتاب باللغة الفرنسية و5 كتاب باللغة العربية، ومن بينهم بن هدوكا، وقدمنا يعني في طبعة شعبية وبيعت في المترو. نعم. يعني وغرضها أيضا هو تخليد وذكرى هؤلاء الكتاب. وقدمت أنا يعني قدمت يعني هذا الكتاب الحقيقة، أنا اللي توليت إعداد هذا الكتاب. وقد حينما يعني نجد بيوغرافيا موجزة لكل هؤلاء الكتاب، وبن هدوكا نجد بأنه أولا بدأ كتابة القصة القصيرة في تونس ابتداء من سنة 58. حينما كان يدرس، حينما كان هو درس في الزيتونة من 50 إلى 54، عاد إلى الجزائر ودرس في مدارس، في مدرسة في قسنطينة، ثم إلى غيثمية، ومن ثم اضطر يعني لأسباب سياسية اضطر إلى يعني الهجرة، هجر إلى فرنسا، ولكن التحق بتونس لأن تونس كانت القلب النابض للثورة الجزائرية من ناحية الثقافية ومن حيث الكتابات. وهناك كتب يعني قصص كثيرة، واستطاع أن ينشر في تلك يعني نشر ما يسمى بظلال الجزائرية في الإشاعة 7، ومجموعة أيضا بين الأمس واليوم في سنة في بيروت سنة 60، ثم ظلال الجزائرية، وثم الأشعة 7 في سنة 62، كلها يعني نشرت في بيروت، وفيه قصص كثيرة يتكلم عن واقع الثورة التحريرية. زيادة إلى أنه كان أيضا يساهم في الإذاعة التونسية بتمثيليات إذاعية جزائرية، وهذه التمثيلية قليل من يتكلم عنها. وحينما عاد إلى الجزائر وفي سنوات الاستقلال اشتغل في الإذاعة الوطنية. نعم. وتقول الأخبار بأنه ألف أزيد من 200 تمثيلية إذاعية. يا حبذا لو يقوم باحث من 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 الباحثين على يعني إنزال هذا الكلام الشفهي وكتابته، وتنشر هذه التمثيليات ويعاد تمثيلها على الخشبة مثلا أو شيء من هذا النوع. إذن هو متعدد المواهب، ولهذا جاءت الحقيقة روايته متأخرة نوعا ما، ولكن حتى نضجت فكرة الرواية، لأنه أن تكتب وكتب الكاتب وقصص أخرى نشرها في 67، معناها أنه كتب مجموعة من القصص وكلها نعتبرها عبارة عن إرهاسات وتجارب للوصول إلى ريح الجنوب، وهي رواية رائعة يعترف كل النقاد بأنها من الناحية الفنية تعتبر أول رواية ناضجة بأتم عن الكلمة، وحديثة أيضا حتى في أسلوبها ولغتها. بن هدوكا رغم تكوينه الزيتوني ولكنه لم يكتب بتلك اللغة العربية القديمة المليئة بالمحسنة اللفظية والسجع وغير ذلك، وإنما كتبها بلغة حديثة، وخاصة الحوار
نعم. نرى بان الحوار اقرب الى اللغه الدارجه للاستاذ الفاضل في اغلب المواضيع التي نقلها الراحل عبد الحميد بن هدوقة ونقل معها تفاصيل يوميات الجزائريين، بعد ان نربط الاتصال مع الزميل مالك درحمون المتواجد بالكليتوس وحمله تطوعيه لتعقيم الشوارع هناك تحت اشراف مستشار رئيس الجمهوريه المكلف بالحركه الجمعويه والجاليه الوطنيه بالخارج نزيه بن رمضان. صباح الخير مالك درحمون وصباح الخير لضيوفك الكرام. صباح مالك، ضعنا في صورة الحدث لديك. صباح نور زملائي في الاستوديو المركزي، صباح الخير مشاهدينا الكرام. نحن متواجدون ببلدية الكليتوس أين تشهد اليوم عملية تعقيم واسعة وتطهير لمختلف أحيائها بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج السيد نزيه بن رمضان وكل من الوالي المنتدب شريف بودور لمقاطعة براقي بالإضافة إلى سمير بوزوق رئيس جمعية شباب نعم نستطيع. هذه أكبر عملية تعقيم تشهدها بلدية الكليتوس منذ جائحة كورونا. وللتفصيل أكثر يحضر إلى جانب السيد نزيه بن رمضان. سيدي، كيف تثمن هذه المبادرة؟ وجودي اليوم في الحقيقة هو لتثمين هذه المبادرة وكل المبادرات من هذا النوع. أولا من ناحية الحجم مبادرة يعني تعتبر كبيرة، ولو أن فيها كان سبقتها مبادرات أخرى من طرف جمعية المجتمع المدني، نثمنها لأنها مبادرة تشترك فيها فعاليات المجتمع المدني، مجموعة من الجمعيات على مستوى بلدية الكليتوس مع السلطات المحلية خاصة الولي المتدب لبراقي. وهذه المرافقة وهذه الشراكة ما بين فعالية المجتمع المدني ومؤسسات الدولة هي اللي تخلي مثل هذه النشاطات تكون دائما في فائدة المواطن، لأنه اليوم العملية فيها تنظيف لأحياء الكليتوس، فيها تعقيم أيضا لأنه الوباء مازال موجود، والحذر هذا يدل أيضا على وعي الجمعيات بأنه الحذر مازال موجود واليقظة مازالت موجودة تجاه هذا الوباء، وأيضا فيها عملية تشجير والمحافظة على الجانب البيئي للكليتوس. كليتوس واحدة من البلديات الكبيرة في العاصمة. تثمين ووجودي اليوم هو باش نثمن أولا باش نشجع هذا الشباب وهذه الجمعيات خاصة على هذا التعاون مع مؤسسات الدولة في هذه المجالات، وأيضا باش نقول بأنه هذه المبادرات وأنا عارف أنها موجودة في العديد من بلدية العاصمة، نتمنى أنها تكون أيضا على مستوى كل ولايات الوطن، وإذا هذا التعاون مشينا فيه أيضا بشكل مؤسساتي في المستقبل وبشكل في الحقيقة ينحي كل الأنانيات وينحي يعني صفته الكبيرة هي نكران الذات فقط من أجل خدمة المواطن، من أجل خدمة الأحياء اللي رانا نسكنوا فيها، فهذا راح يخلي نتائج تكون كبيرة جدا في المستقبل اتجاه المواطن لأنه هو في النهاية اللي راح يكون مستفيد. شكرا سيدي. يحضر إلى جانبي أيضا رئيس الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي السيد شريف بودور، كيف كان التحضير لهذه العملية سيدي؟ شكرا. تحضير العملية هذه بدأ بالتنسيق مع جمعية المجتمع المدني لبلدية الكليتوس، كانت مبادرة من البداية من جمعية نعم نستطيع للشباب، ومشينا وين حضرنا جيدا للعملية هذه. العملية هذه سبقتها عملية تحسيس على مستوى الأحياء، وين حسسنا الناس باش تكون فيها مشاركة باش المواطن كما يقولوا يستوعبوا العملية هذه، وكنا قمنا بتجنيد كل الوسائل المتاحة على مستوى ولاية الجزائر المتعلق المتمثلة في ليزيبيك دالجي، المؤسسات العمومية الاقتصادية لولاية الجزائر كلها مساهمة معنا اليوم، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخاصة اللي هما تاني جاوا باش يشاركوا معنا في العملية هذه. إذا العملية هذه راح تشمل كل أحياء بلدية الكليتوس. لما ننطلق الآن راح كل واحد يروح، كاين توزيع تاع الإمكانيات اللي جبناها هذه باش يروحوا على مستوى الأحياء تاع البلدية، هي فيها ثلاث محاور تاع الحملة هذه. المحور الأول هو تنقية الفضاءات وتنقية كل القاذورات والنفايات الهامدة على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى عملية تعقيم، لأنه كما راكم تشوفوا مازلنا عايشين فترة تاع كورونا اللي مازال فيها يعني تسجل بعض الحالات على مستوى الإقليم، وعلى هذا درنا عملية تعقيم ثانية كبيرة كما درنا من قبل للعملية اللي فرض. أضفنا كذلك للعملية هذه عملية تشجير، جبنا أشجار باش كما يقولون نغرسوها على مستوى الفضاءات تاع الأحياء، وحنا نقيو
ونعقموها ونديروا نغرسوا الاشجار في الفضاءات هذه باش نعطيو هي كما يقولوا ان كادر اغريابل بالنسبه للاحياء تاعنا. العمليه سوف تستمر. شكري موجه الى كل فعاليات المجتمع المدني تاع بلديه كاليتوس اللي ساهموا معنا اليوم، الى كل المؤسسات اللي لبات الدعوه كما راكم تشوفوا لبوا الدعوه بكثره وكما يقولوا وبقوه. ان شاء الله نتمنوا النجاح للعمليه هذه. شكرا سيدي. ويحضر معي الى جانبي الشباب الامل سمير بولزوق رئيس جمعيه شباب نعم نستطيع لتفصيل اكثر في الموضوع. كيف كانت المبادره من طرفك؟ صباح الخير. هي مجرد فكره، احنا يا شباب نعم نستطيع الاسم تاعنا هو طرح الفكره ومحاوله تطويرها. الحمد لله هذه الفكره لقات صدى ولقات استقبال من السلطات المدنيه سواء في الدائره الاداريه بالراقي او حتى البلديه ومختلف الفاعلين تاع السلطات المدنيه في القطاع العمليه تاع بلديه بالراقي. الحمله الحمد لله رانا نشوفوا فيها ناجحه بالوسائل الموفره من السلطات الولائيه، لانه نشوفوا مختلف مؤسسات التطهير الولائيه راهي حاضره معنا اليوم، يعني تكافل كبير. حنايا في الحملات تاعنا نركزوا على المواطن، المواطن هو المسؤول الاول في البلديه، نحن نركزوا على المواطن في المشاركات الميدانيه، درنا اعلام للمواطن واشهار عن طريق مؤثرات صوتيه، هذا التجنيد ما جاش عبثا يعني، كل المؤسسات هذه كانت لها مراسلات رسميه من الدائره الاداريه او حتى الجمعيه في تواصل، فتحنا المجال للجمعيات للمشاركه، والتضافر والتكافل، حنا المجال مفتوح لكل انسان وناشط ميداني لتقديم الاضافه لهذا الوطن. احنا دورنا كفاعلين ميدانيين او سلطات هو تسهيل مهمه المواطن للمشاركه في تطهير رقعته ومحيطه. ان شاء الله احنا متفائلين بنجاح هذه العمليه، ما راحش تكون الحمله الاخيره ان شاء الله اللي راح نشاركوا فيها وراح نطوروها سواء في بلديه الكاليتوس او الدائره الاداريه لبراقي او حتى على مختلف احياء الولايه تاع العاصمه، ونتمنى نكونوا نموذج لمختلف ولايات الوطن في 48 ولايه. ماذا بينا هذه الحملات تكون نموذج ونشوفوا هبه في هذا المجال، هذا المجال لازم نقضوا عليه باش نروحوا لمجالات اخرى ونشوفوا الجزائر تاعنا منوره في مختلف المجالات، ومتفائلين ان شاء الله، متفائلين بالقادم الافضل. شكرا. اذن هذا ما كان لدينا، العوده اليكم زملائي في الاستوديو المركزي. شكرا جزيلا لك زميلي مالك درحمون على كل هذه التفاصيل، والشكر أيضا موصول لكل ضيوفك الكرام. مشاهدينا الأفاضل نعود إلى الاستوديو وإلى ضيفي الأستاذ محمد صاري، ونعود للحديث عن كاتبنا الراحل عبد الحميد بن هدوقة الذي كان عاشقا للغة العربية وكان يريدها أن تكون إبداعية مواكبة للعصر. دعنا نتحدث أستاذ الفاضل عن أهم المواضيع التي ركز عليها الراحل في أعماله. نستطيع أن نقول بأن عبد الحميد بن هدوقة كان يصغي إصغاء جيدا لنبضات المجتمع الجزائري، ولم يكتب برواية تاريخية، ولم يكتب عن موضوعات ذاتية نفسية أو حتى سياسية. نعم. لا سياسية بالمعنى الفج، يعني بالمعنى أنك في روايتك تكرر خطاب سياسي. نعم. غير مهم، يعني الناس يستمعون للخطاب السياسي، لماذا تكرره أنت في كتابتك؟ في الرواية. ولكن أنا كتبت برا يعني مقال حاولت وقلت بعد وفاته، كان في ملتقى تاع برج بوعلى، قلت بأن إذا نظرنا إلى الرواية الخمس لعبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب 71، نهاية الأمس 74، وبنى الصبح 80، والجزية والدراويش أيضا أظن في 85، وغدا يوم جديد في 90، آخر رواية له، وآخر رواية، وأقمنا له احتفائية كبيرة في اتحاد الكتاب. أذكر كنت أنا قدمت قراءة، وسين العاج قدم قراءة، يوسف سبتي أظن قدم قراءة، لأنه كان بن هدوقة يعني نعتبره بأنه هو القدوة وهو النموذج. نعم. ولهذا نقول بأن كل رواية إلا وتشكل يمكن أن نقرأ معها واقعا اجتماعيا جزائريا. ريح الجنوب يتحدث عن الإصلاح الزراعي الذي بدأ في سنة 67، ويتحدث عن التغيرات الكبيرة التي حدثت في الريف. نعم. خاصة مع التأميمات الموجودة، مع نهاية يعني شخصية الراعي في ريح الجنوب هي شخصية مؤثرة جدا، ونحن دائما الراعي مرتبط بالإقطاع معروف، وهذا الربح الراعي يلعب فيه الممثل تاع اسمه اللي يلعب فيما بعد في فيلم تاع مرزق عرواج، في مرزق عرواج. المهم ان فيه في تلك الفتره يعني محاوله التخلص من مهنه
الابداع عمر قتلته. نعم نتكلم العفو عمر قتلته وعلم ظن بناني ولا سؤال. المهم انه في يعني فكره الراعي الذي اراد يعني ندد بن هدوكة في هذه الروايه بالوضعيه يعني المذلة للراعي، ندد أيضا بفكرة بوضعية المرأة كيف يمكن للآباء وللعائلات للأب خاصة أن يفرض ابنته زواجا غير مرغوب فيه لأسباب متعلقة بالمصلحة، ولم ينظر إلى مصلحة ابنته وإنما نظر إلى مصلحته هو. ولاحظوا إلى هذه وثم أيضا في الرواية أيضا سنجد استغلال الدين لي وهذه الدروشة وهؤلاء، استغلال أيضا تفسير الدين ضد في تكرفتا ضد الاشتراكية وضد التأميمات وغير ذلك. معناها أن ابن هدوكة طرح مشكلة كبيرة في تغير المجتمع. في روايته الثانية نهاية الأمس يتكلم عن مخلفات ثورة التحرير، ويتكلم أيضا عن مشكلة كبيرة، مشكلة التعليم، كيف يمكن لهذا المعلم بعد الاستقلال عوض أن يذهب إلى المدينة، لا فهو يختار مدرسة ريفية بعيدة، وكان هدفه أن هذا الريف هو أكبر يعني بحاجة أكثر إلى ميدان تربية أكثر من المدينة، وطبعا مع كل مشاكل ويعود إلى وضعية المرأة أيضا ويعود إلى نعم. وفي رواية بن الصبح أيضا يتكلم أيضا لأول مرة الرواية تدور في المدينة ويتكلم عن مناقشات الميثاق الوطني في 76، ويتكلم أيضا عن يعني التحول الذهنيات على المستوى ماذا يمكن أن يأتي تحرر الفتاة في المدينة ويطرح بشجاعة يعني كبيرة مشهودة نعم مشهودة. وفي روايته الأخرى تاع غدا يوم جديد، هو في البداية كان مشروع، قال أنا سأكتب مشروع ثلاثية نعم. يعني مثل ثلاثية نجم محفوظ، مثل ثلاثية محمد ديب، مثل يعني الثلاثية الكبرى عن الجزائر وتاريخ الجزائر المعاصر نعم. ولكن الظروف والمرض وغير ذلك وحتى المسؤوليات التي تقلدها في تلك الفترة لم تسمح له بأن يكمل هذه الرواية، لأنه كان هو مدير الشركة الوطنية للمؤسسة الوطنية للكتاب لينال، ثم بعد ذلك كان عضو أيضا في المجلس الوطني الاستشاري، ثم كان أيضا رئيس المجلس الوطني للثقافة. كل هذه المناصب الحقيقة أخرت شغلته قليلا، ولكن كتب أو نشر ما يسمى بالجزء الأول حيث حاول أن يغوص في ذاكرة الجزائر في ما بين الحربين ويعني جزائر بالريف الجزائري وكل الصراعات على الحركة الوطنية والأحزاب والتنقلات والقمع الاستعماري وغير ذلك، وهي رواية حديثة لأنه يدخل إلى هذا الماضي عن طريق ذاكرة شخصية امرأة خالتي مسعودة أظن هي امرأة الآن تتذكر، وهي امرأة صنديدة ولها أبناء شهداء وأبناء مجاهدين، وكانت هي أيضا يعني تشبه شخصية الكبرى يعني كما يعني شخصية مرسيدس ذلك جليا في نعم. كل المواضيع التي تناولها الراحل. الراحل أيضا أستاذ الفاضل كان يقول أن الأدب المكتوب باللغة الفرنسية كانت إشكاليته المحورية هي الانتماء والهوية، بينما أدبه هو المكتوب باللغة العربية كانت إشكاليته في محورها في جوهرها هو الحرية والأبوية السياسية الدينية الأسرية. كيف بدا ذلك جليا في رواياته؟ هو للتاريخ يعني ينبغي أن نذكر بأن بن هدوكة كان يحسن الفرنسية، ومارسيل بوا بنفسه كان يقول بأنني ترجمت روايته بمساعدته، وكان هو الذي يساعد، ومارسيل بوا قال بأنه كثير من الحين هو الذي كان يعني يهديني إلى ألفاظ وإلى صور شعرية وصور إبداعية نعم. وشهادة أخرى هو أن مرة اتصل به وفي مناسبة التقى بمدير دار لوسوي، ومدير دار لوسوي كان أيضا يعني يهتم بالفلسفة ويهتم ومعرب بالغذيكا، قال له لماذا لا تكتب بالفرنسية؟ بن هدوكة قال قلت له أنا لا أعرف الفرنسية، قال له لا، قال له أنت أكتب
وقضية مسألة اللغة الفرنسية والتصحيح واللغة نحن نتولى بها. يقول ابن هدوء كيف قال أنا كاتب باللغة العربية. وفي هذه النقطة قضية الهوية حقيقة، لأن الكتاب الجزائريين الذين يكتبون باللغة الفرنسية خاصة في ذلك العهد كانوا يشعرون بتمزق الهوية، وأكبر وأكبر دليل هو كتب ياسين وملك حداد الذين ملك حداد الذي قال بأن اللغة الفرنسية منفاي، وبأن الذي كان يبعدني عن وطني ليس البحر الأبيض المتوسط وإنما اللغة الفرنسية. لماذا؟ لأن الإشكال أن يعني في تلك أن تكتب بالفرنسية والفرنسية لغة المستعمر، ينبغي خاصة في تلك الفترة، رغم أن اللغة الفرنسية هي لغة عالمية ولغة لغة أدب وغير ذلك، ومع ذلك تبقى هي لغة المستعمر الفرنسي. ولهذا يعني نعود إلى أنه كاتب ياسين مثلا قال أنا أكتب بالفرنسية لأقول للفرنسيين بأنني لست فرنسي. يعني مسألة الهوية مطروحة، لأن كثير من 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 الأقوال تقول بأن هوية الأدب هو لغته، الذي يكتب باللغة الفرنسية فهو أدب فرنسي، والذي يكتب بالعربي هو أدب عربي، بينما الأمور تغيرت. الآن الجزائر هي كيان جغرافي وليس كيان لغوي، ولهذا الجزائر الآن فيها العربية وفيها الفرنسية وفيها الأمازيغية وفيها ومزيج. إيه هو مزيج، نعم. ولهذا صح حقيقة بن هدوغا لأنه يكتب بالعربية هو منسج مع هويته، لم تكن له مشكلة هوية. وإنما الذي كان يهمه هي المشاكل المطروحة في المجتمع، ومن بينها طبعا الحرية. الحرية حر، والحرية ليس له فقط، وإنما الحرية للمرأة، الحرية للمواطن الجزائري، والحرية ليست هي الحرية القول فقط. حرية القول هذه نعم، ولكن أيضا حرية الأكل وحرية العيش الكريم وحرية ما يسمى بالحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية وحرية التنقل. وحرية الحرية ليست مجزأة في القول فقط، وإنما أنا حينما أتحصل على سكن فهذه حرية، أيضا حرية العيش الكريم. إذن هذا أيضا كل هذه المسائل كان يهتم بها ابن هدوغا، ونجد في روايته كل هذه المشاكل ابتداء من رحل الجنوب إلى غاية غد. على ذكر رحل الجنوب الرائعة، تلك الرواية الرائعة والتي ترجمت إلى ربما إلى 20 رواية، ما دلالة الأماكن فيها، دلالة المرأة، الأرض؟ طبعا هذه كل يعني كل الدراسات التي تناولت هذه الرواية تكلمت عن الأرض وتكلمت عن المرأة، لأن الأرض مشكلة حقيقية. هذه الأرض التي كانت تحت أو كانت ملكية للمعمرين، ثم بعد ذلك عند استرجاع الاستقلال أصبحت هذه الأرض ملكية للجزائر، فالجزائر حاولت أن تنظم هذه الأرض على مستوى المزارع المسيرة ذاتيا، ثم ما يسمى بالكوبراتيف تعاونية الفلاحية لغير ذلك، ولكن بقيت هناك بعض الأراضي التي كانت عند الجزائريين ولم يعني تسلب منهم، ولم يعني تؤخذ منهم. لماذا؟ لأن يقول التاريخ بأنهم كانوا يتواطؤون مع الاستعمار الفرنسي، ولهذا قانون الإصلاح الزراعي وقانون الثورة الزراعية مس تأميم الأراضي الفلاحية التي كان يملكها الجزائريون. وبومدين فرحوا قال احنا لما كنا في الجبال نحارب، هؤلاء كانوا مع فرنسا، ولهذا بدليل أن الذين قاوموا والذين كافحوا ضد الاستعمار نزعت وسلبت منهم أراضيهم. نعم، ومن هذه الناحية، ولهذا فيه إشكال كبير، والبروبليم دي فرنسي كما يقولوا قضية العقار إلى يومنا هذا أظن بأنه فيه مشاكل يعني كبيرة للعقار، وهو الذي يعوق ربما تطور الصناعة وغير ذلك وغيرها. طبعا لا مجال للوقت لأن نحكي. وثم قضية المرأة أيضا. المرأة أيضا نحن نعرف بأن مشكل المرأة، حرية المرأة، ليموسيباسيون دو لا فام إلى غير ذلك، مطروح طرح كثيرا، رغم أن المجاهدات اللائن ضممنا إلى المجاهدين وأغلبهن ذهبوا، سمعي بعض تصريحات كثيرة ضد إرادة أوليائهن، والبعض منهن هربوا وكتبوا رسائل. أخر كنت نسمع مجاهدة تكلم في حصة كتبت كتاب، قالت بأنه هي وأختها، هي ممرضة وأختها، لم تكن لديها الشجاعة لتعلن خبر انضمامها إلى المجاهدين لوالدها، فماذا كتبت رسالة وتركتها عند أختي، وقلت لها حينما أغيب، حينما ألتحق بالمجاهدين أخبري. لاحظي بأنه هذا أيضا يعني يعتبر فعل قوي لأن تأخذ المرأة المبادرة وأن تأخذ قرار أن تشارك
يعني في الكفاح وان تشارك في يعني في المجتمع دون راي الابوين. نعم. بعيدا عن السلطه الابويه. نعم. وبعد الاستقلال ايضا طرحت يعني مسائل العمل، مسائل الهجره من الريف الى المدينه، ومسائل الدراسه. نعرف انا بالاستقلال ونعرف بانه كثير من الاباء وكثير من العائلات اخرجنا بناتهن من الدراسه في نهايه المستوى الابتدائي او على الاقل في نهايه المستوى الدراسي، بمجرد ما يتعلق الامر بالذهاب الى الثانويه البعيده او بالجامعه يتدخل الاب والاخوه وتدخل الذكوريه وتمنع. هذه مشكله وتناولها الراحل، يعني تناولها ابن هدوغا في رحل جنوب بطريقه جيده رائعه هذه الفتاه التي ذهبت الى المدينه عند عمتها للعاصمه لتواصل دراستها، ثم ياتي الاب ويريد ان يقطع هذا المد للحريه. نعم. ويفرض يعني نقول عاده غير جيده. وكذلك في بن الصبح، وكذلك في كل هذا، في كل رواياته. يعني الحديث شيق ويطول على كل عن كل اسهامات الراحل. غدا يوم جديد هي اخر رواياته التي، وهنا نؤكد على شخصيه الحاجه او العجوز مسعود التي رغم الحداثه ظلت متمسكه باصالتها. في الاخير شكرا لك على الحضور، ولا يمكننا إلا أن نقول شلال من الرحمة على روح هذا الراحل، وألف انحناء لكل إسهاماته. وكل ما أتمناه هو أن تقوم المؤسسات الجزائرية بتخليد آثار هؤلاء بن هدوغا ومحمد ديب وغيرهم، وهم كثر، وأكثر من هذا أن نحافظ وأن نجعل كتبهم وأعمالهم متوفرة في المكتبات العمومية والخاصة لتتمكن الأجيال الجزائرية من قراءتها ومن تخليد هذه الذكرى الأدبية التي نحن بحاجة ماسة إليها. وسنضم صوتنا إليه ونقول يوم جديد أو غدا يوم جديد أيضا للجزائر. شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل محمد ساري، أستاذ جامعي وكاتب، وموفقون في هذه الندوة التي ستنطلق بعد قليل. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. صح. شكرا. مشاهدي الكرام، نبقى دائما في الأصالة والحديث عن التراث. الملحفة الشاوية أصالة وتراث عريق، وربورتاج للزميلة حنان حداد. هي ملحفث أو ما يعرف بالملحفة، لباس تراثي يمتد إلى عديد الثقافات والحضارات. كان ولا يزال لباس المرأة الأول بمنطقة الأوراس، تعود إلى ما قبل الميلاد، لأنه نجد أنه يغرطة كان يرتدي هذا النوع من اللباس، ماسينيسا كان يرتدي هذا النوع من اللباس، سيفاكس كذلك. الأصل في الملحفة الشاوية أنها قطعة قماش واحدة بطول 7 أذرع يمسكها زوج من حلي فضي يعرف بأبزيم، ليترك جزء معين من القماش متساقطا مداه من أسفل الرقبة وصولا إلى تغطية البطن. في ملحف الشاوي ذي السبعي غالن ذيس، ويرني في ملحف تنزيك وثينيش ذيني تغروازي هرزم متى تقرن ذينيت المداور تقلنا المداور نغتاب زيم. اللون الأسود ملك الألوان، ولأنه يعبر عن السلطة الأناقة والحزن في آن واحد، اختارت المرأة الشوية أن يكون لون لباسها في الأفراح والمناسبات أسودا. هذا كاين الحزمة اللي تربط الليل، يعني بربط الليل وحصر الليل للإنقاذ، باش هذه مكسير وهذه أسواس وهذه الضو، هذه الثلاثة الألوان أزيزة وزقة ضورة اللي تعبر الأحمر على الدم، يعني احنا رجال أحرار الأمازيغية زاد النص الأمازيغنا نحرر بدمائنا عرضنا أزيزة للدلالة على الطبيعة والجنة والخير والدنيا وما ينفع، والصفر دلالة على الصحراء. رغم ما أحدث عليها من تغييرات، لا تزال الملحفة القلب النابض للتراث الأمازيغي. الفصل. أوكي. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل. جمعية أو المنتدى الوطني لترقية الاقتصاد هو جمعية علمية اجتماعية تضامنية في المجال الاقتصادي، تجمع خيرة الأساتذة الجامعيين والإطارات المهنية في مختلف التخصصات والمتعاملين الاقتصاديين وغيرهم بهدف ترقية الاقتصاد الوطني. عن الأهداف والانشغالات أستقبل ضيف فضاء الجمعيات بعد الفاصل.
ضيفي في هذا الفضاء مشاهدي الأفاضل هو السيد عبد القادر مغربي رئيس المنتدى الوطني لترقية الاقتصاد. صباح الخير سيد مغربي، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح النور أخت عفاف، أحييك وأحيي جميع الجزائريين المشاهدين، يومكم سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيد مغربي، بداية عرفنا عن هذا المنتدى وما هي أهدافه الرئيسية التي يقوم عليها؟ المنتدى هو عبارة عن صرح علمي عملي يضم إطارات وباحثين وكذا أصحاب المؤسسات وحاملي الشهادات بهدف تقريب الإطارات والباحثين من مراكز اتخاذ القرارات الاقتصادية وكذا الاستثمار في الشباب المستثمر الذي يريد إنشاء مؤسسات إلى غير ذلك، وكذا رفع انشغالات التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية في تحقيق أهدافها. ومن خلال نظرة استراتيجية ومدخل استراتيجي يؤدي إلى تطبيق البحوث الجامعية في الواقع، في الواقع العملي الميداني باستخدام عدة ميكانيزمات وعدة آليات جديدة، سواء من ناحية المؤتمرات العلمية بطريقة ميدانية أو من ناحية المجلات العلمية التي تجسد على أرض الواقع من خلال المؤسسات أو من خلال التكوين الذي يمس مختلف شرائح المجتمع، بما من القسم التحضيري من خلال الذكاء الاقتصادي للأطفال إلى غير ذلك، وكذا الدروس التدعيمية في إطار التكوينات المكملة لمختلف الشرائح الشبابية وحتى الإطارات نمسهم من خلال التكوينات التي تؤدي من إلى تحسين مردودهم الإداري، لأن الإدارة أصبحت العائق الأكبر للاقتصاد الجزائري، حيث أن بلوغ الأهداف الإدارية يعتبر المرحلة الأولى لتجسيد ترقية الاقتصاد الجزائري الذي هو بإذن الله سيكون في المرحلة القادمة سيعطي ثماره بإذن الله، وهذه الثمرة إن شاء الله بحول الله تمس تحسين المستوى المعيشي لكل جزائري. وربما التكوين الذي يعني هو ركن أساسي من ضمن الأهداف لديكم سيساعد أيضا في تغيير الذهنيات في الإدارة، وهو من بين العوائق لترقية الاقتصاد الوطني. نعم الأخت عفاف، لأن مصطلح الاقتصاد ومصطلح التسيير هما مصطلحان يمشيان مع بعضهم البعض في طريق موازي، لأن الاقتصاد في البيت القاصد نتاعو هو خلق الثروة، والجزء الأول منه هو خلق الثروة، والجزء الثاني منه هو كيفية توزيع هذه الثروة، وبالفرنسية يقولوا دو بروفيان لا ريشيس اي سات ريشيس او تال اي ريبارتي، بينما التسيير هو الاستخدام الأمثل للموارد، معناتها المصطلحان عندهم ترابط وثيق، ولا يمكن ترقية الاقتصاد دون تحسين فعالية التسيير. طيب من خلال دراسات الجدوى للمشاريع التي تساهمون في إعدادها والتي تصب في كونها اقتراحات نحو ترقية الاقتصاد الوطني، بعين هذا المنتدى الذي تشرفون عليه، ما هي أهم انشغالاتكم بشأن تحقيق الانطلاقة المنشودة للاقتصاد الجزائري؟ أهم الانشغالات هي توفير السبل والاستجابة للاستشارات إلى غير ذلك، لأننا كثيرا ما نقدم استشارات للإدارات إلى غير ذلك، وكثيرا ما نرفع انشغالات المؤسسات الجزائرية التي تعاني كثيرا من البيروقراطية، خاصة الجزء المخصص للمؤسسات المصنفة، لأن المؤسسات المصنفة عادة ما تكون منتجة وعادة ما تلبي مختلف حاجات المجتمع، ولكن خلق هذه المؤسسات ما زالت تخضع للممارسات التقليدية، أين يتم تأسيس هذه ولا إنشاء هذه المؤسسات بعد مرور السنوات، فكثيرا ما نجد مؤسسة ينقصها إمضاء فقط للإنشاء. لذلك احنا في المنتدى الوطني لترقية الاقتصاد نعزو الدور تاع المؤسسة في الاقتصاد من خلال تسهيلات ومن خلال إزاحة المعوقات للمؤسسة، والحمد لله احنا السيد رئيس الجمهورية بمعية الوزير الأول راه يوفر للمجتمع المدني كل السبل والآليات باش يتدخل في المساهمة، لأن ترقية الاقتصاد لا يأتي إلا بتضافر جهود الجميع، وهذه استراتيجية تاع السيد رئيس الجمهورية اللي نحيوه ونتمنوا المجهودات نتاعو، وإن شاء الله بإذن الله حنايا نكملوا حتى لآخر المطاف
باش نحقوا هذا الهدف الذي يمس كل شرائح المجتمع. كيف تنظرون يعني نظرتكم إلى كيفية إصلاح الإدارات؟ على ماذا يجب أن تعتمد الجزائر في الفترة في هذه الفترة الحساسة؟ أظن أن الإصلاح الإداري اللي هو يعتبر تكلفة اقتصادية للاقتصاد الجزائري لا يتم إلا من خلال إعادة النظرة في التكوين الإداري وإعادة النظر في التعيين الإداري وإعادة النظر في الاستراتيجيات التي تتعامل بها الإدارة مع المجتمع ومع الفئة المستهدفة من خدماتها، لأن خاصة في مجال الرقمنة إلى غير ذلك كثيرا ما تسهل الإدارات خدماتها، ولكن هناك الكثير من المتاعب لا يمكن حصرها في نقاط نتركها لبرنامج آخر. بالنسبة للرقم مثلا، هل تعتقد أن هناك يعني الميكانيزمات متوفرة لتجسيد هذا التوجه؟ الميكانيزمات التي تستخدم من طرف الإدارة العمومية بصفة عامة هي مقارنة بالسابق هي ميكانيزمات ستأتي بثمارها، ولكن هناك ما زال هناك نقص إن شاء الله بحول الله يكتمل في الأيام ولا في السنوات القادمة إن شاء الله. نعود إلى المنتدى سيدي الفاضل، كيف يتم التنسيق بين مختلف الباحثين للاستفادة من أفكاركم في كل القطاعات؟ المنتدى الوطني لترقية الاقتصاد يقوم من خلال هياكل المكتب الوطني وكذا اللجان العلمية التي تضم أساتذة التعليم العالي وكذا إطارات وكذا مؤسسات ناجحة محترمة اللي تقوم بتأطير المكاتب الولائية التي تعتبر هيكل مصغر للمكتب الوطني، لأن المكتب الوطني زيادة عن الإدارة ولا عن الهيكل الإداري المعمول به في الاعتماد من خلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المنتدى الوطني لترقية الاقتصاد خلق لجان علمية، هذه اللجان العلمية يترأسوها أساتذة التعليم العالي، مثلا الأستاذ بروفيسور زايري بالقاسم هو رئيس اللجنة العلمية الاقتصادية، وأستاذ هو معروف يخدم في الاقتصاد الإسلامي، معنا ثاني الناطق الرسمي اللي هو الأستاذ العدالة البروفيسور عدالة عجال نحييه بالمناسبة، ومعنا ثاني ناس ما شاء الله أساتذة، أستاذ بن سعيد محمد رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الاقتصادية بجامعة جليل اليابس، هذا أساتذة التعليم الآلي وأساتذة التعليم الآلي الآخرين الذين نسيت ذكرهم يقومون بوضع استراتيجيات التي يمكن من خلالها تطبيق البحوث في الميدان، وذلك من خلال عدة آليات. مثلا كان عندنا مؤخرا باش ننظموا جائزة المؤسسة، جائزة المؤسسة طبعا ديسمبر 2020 نظرا للظروف الصحية لم نستطع، ربي يرفع علينا الوباء إن شاء الله وتكون يكون هذا الحدث لأول مرة في الجزائر. هذه الجائزة احنا كي ننظموا التظاهرة الاقتصادية هذه نستهدفوا من خلالها تحقيق عدة أهداف. هذه الأهداف مثلا في الجائزة كاين 4 محاور، المحور الأول هو أفضل مشروع، كي نحكوا على المشروع هو بمجرد فكرة، معناتها المشروع هذه مؤسسة لم تخلق بعد، هي مجرد فكرة يتم استكمالها من خلال جدول اقتصادية إلى غير ذلك حتى تكون ناجحة في الأهداف تاع المؤسسة، بينما المشروع المصغر هو المشروع العملياتي، لأن مؤخرا نسمع المؤسسات الناشئة فقط دون الاهتمام بالمؤسسات التي تنشط، لأن المؤسسات التي تنشط يمكن تفعيلها باش تأتي بالثمار تاعها. مش تأتي بثمار تاعها. بريف احنا يا نهتموا بهذه الامور ونهتموا حتى المؤسسات الأجنبية اللي تنشط في الجزائر والمؤسسات الجزائرية الكبرى، هكذاك باش نطبقوا ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية في ظل الحوكمة. طيب سيد مغربي، تجسيدا لنشاطات هذا المنتدى انتم تعتمدون على لجان علمية، ما هي ابرزها؟ اللجنة العلمية للعلوم الاقتصادية مثلا، اللجنة العلمية للعلوم التكنولوجية، اللجنة العلمية للمتعاملين الاقتصاديين وين تدرس المشاكل تاعهم باش تقدر تلقى حلول إلى غير ذلك، وهذا باختصار شديد هو تطبيق البحوث الجامعية في الميدان. فالأخير سيدي الفاضل، أترك لك المجال في رسالة للمواطنين للسياسيين للاقتصاديين عموما، وأنتم تمثلون المنتدى الوطني لترقية الاقتصاد، انشغال الأعظم لكل الجزائريين الآن.
أظن أن ترقية الاقتصاد لا يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع في مختلف الأطياف، ونتمنى أن نشارك جميعا في هذا المسعى النبيل الذي يحقق الهدف الأساسي للجزائر بالدرجة الأولى. شكرا جزيلا لك سيد عبد القادر مغربي، رئيس المنتدى الوطني لترقية الاقتصاد، على كرم الحضور وإلى فرص أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام برنامج هذا الصباح لنهار اليوم. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وكرم الوفاء، ونهاية أسبوع موفقة للجميع. تحليل مفصل لأبرز أحداث العالم، صورة مقربة لما تعرفه الساحة السياسية الدولية، تفكيك شفرة الأحداث من قبل الخبراء والمحللين. اليوم الثامن، السبت، في 9 ليلا على القناة الإخبارية. كاين استهلاك عالي للكهرباء في هذا الدار، عندنا بعض السلوكات نقدروا نغيروها. عندك الحق، تغيير بسيط في سلوكاتنا تخلي الكهرباء دائما كاينه. نتجنبوا استخدام السخان الكهربائي، نستعملوا السخان بالغاز. في حالة استخدام السخان الكهربائي الافضل يكون جهاز بالترموستات ونضبطوا على 22 درجة مئوية. نغيروا المصابيح العادية بمصابيح اقتصادية، وما ننساوش نطفيوا المصابيح عند مغادرة الغرفة. ما نستعملوش في وقت واحد الأجهزة الكهربائية كما الغسالة والميكروات وغيرها من الأجهزة في الفترة اللي يزيد فيها الطلب عن الكهرباء، ما بين 5 PM و 9 PM. باستهلاكنا المناسب للكهرباء نحافظ على راحتنا. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الصحة الإنجابية للمرأة والتنظيم العائلي في ظل الكوفيد-19. خدمات مصالح الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي متوفرة ومستمرة في ظل الكوفيد-19 مع اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية اللازمة. قابلتك وطبيبك في انتظارك لمرافقتك في مواصلة تنظيم حملك وتفادي حمل متقارب أو غير مرغوب فيه الذي يشكل خطراً على صحتك وصحة طفلك. تعود النقود الجزائرية القديمة إلى العصور التاريخية المختلفة، إذ نرى العملة النوميدية مصنوعة من الفضة والبرونز والرصاص، وعلى وجهيها رسوم حيوانات بدلا من الكتابة. أما في العصر الإسلامي فكانت العملة المرابطية مسكوكة على الطريقة البيزنطية، بينما العملة الزيانية تتشكل أساسا من الدنانير والدراهم. وقد أصدرت إدارة البريد الجزائري طوابع عدة عن النقود الجزائرية القديمة، صممها الفنان الجزائري سيد أحمد بن تونس.
بالنسبة للطوابع يعني قامت مؤسسة الطوابع البريدية بأول طابع للمرابطين سنة 1977. خرجت مؤسسة البريدية ثلاث طوابع مختلفة لأول مرة تجمع فيها النقود المستعملة عند الموحدين والمرابطين في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر. ايه فيها بياسة شيوم فرما من الطرف هذيك ايه كان النقود هذيك في الطوابع البريدية وهي كان النقود يعني اللي كانت أصليا. الطابع البريدي الصادر لأول مرة يحمل قطعة نقدية قديمة بزاف وهي دينار المرابطين. النقود المرابطية والنقود الموحدية هي نقود سكها ملوكها من أجل التعبير على الرقي الحضاري الذي تعود إليه تلك الحضارات، فكانت نقودهم ذهبية وفضية وأيضا كانت نقودهم معدنية. إن هذه النقود تحدد لنا الفترة التاريخية التي يعود إليها من ناحية التاريخ، وأيضا وجود تسميات ملوك يعني الملك الذي قام بسك تلك النقود. أيضا بعض العبارات التي تكون على النقود تعطينا الفترة التي كانت يعيشها أو تعيشها الدولة، فإذا وجدت مثلا كلمات لا غالب إلا الله فدليل على أنهم في مرحلة التفوق، النصر لله فهي أيضا في مرحلة مثلا الحصار. فكل كلمة كانت تكتب على ظهر أو خلفية النقود فهي دليل على المرحلة التي تعيشها الدولة. تمتاز النقود في الحقيقة بما أن الفترة المرابطية هي فترة سابقة للفترة الموحدية، فامتازت فترة المرابطية بالنقود دائرية الشكل. أما بالنسبة للنقود الموحدية الشكل فهي نقود ذات شكل مربع، وحتى انتشار النقود الموحدية كانت في جميع أو في كامل المغرب العربي وفي الأندلس، يعني كل المناطق التي وحدتها الدولة الموحدية. عرفت الإنسان تعاقب دول متعددة من بينها نتحدث عن الدولة المرابطية والدولة الموحدية، فلكل دولة كان لها عملة أو ضربت لنفسها عملة تميزها. فمعروف عن الدولة المرابطية أنها كانت لا تهتم بالجماليات وإنما تهتم بالضروريات، فضربت العملة الذهبية التي كانت تسمى بالدينار، والدينار يقصد هي كلمة لاتينية أخذت من كلمة ديناريوس أوروس اللي هي كلمة لاتينية، فضرب الدينار بالمادة الذهب، وخطت عليها كلمات بالخط الكوفي التي تعود للفترة المرابطية، وكانت دائرية الشكل، والكتابة تكون دائرية أو بشكل يعني هندسي. لكن ما يميز مسكوكات أو العملة الموحدية عن المرابطية أنه في العهد الموحدي ابن تومرت لأول مرة سك العملة أو ضرب العملة المربعة الشكل وكانت فضية، فكان الدينار دائري وفي وسطه مربع وبمادة الذهب، هذا هو الدينار. أما الدرهم والذي كان من مادة الفضة كان بالشكل المربعي وليس الدائري، وأول من ضرب عملة مربعة تكريما مكة المكرمة. أما الفلس فكان بمادة النحاس. أما الدولة الموحدية وهي جاءت بعد الدولة المرابطية، الموحدون هم من وحدوا المغرب الإسلامي أصبح وحدة كاملة، والموحدون خالفوا المرابطين في كل شيء. مثلا في المساجد لم يعرف المرابطين المآذن، المرابطون عفوا المآذن، بينما عندما جاء الموحدون بنوا المآذن. بالنسبة للسكة أو النقود الموحدية كانت تشبه إلى حد كبير في دينار المرابطي، ولكن يخالفها أن الموحدون ابتكروا المربع. الدرهم من الفضة كان مربعا، ولأول مرة نجد سكة أو نقود مربعة الشكل، فأخذوا هذا المربع واستعملوه في الدينار الذهبي، بمعنى أن السكة كانت دائرية الشكل، وداخل في وسط هذه السكة أو النقود نجد المربع، هو الميزة التي تميز النقود الموحدية وتخالف المرابطين في كل شيء.
النقود مهمة جدا في تاريخ الدول، تعرفنا بسنة الضرب، وبالتالي نتعرف على سنوات الضرب لهذه النقود والأمراء الذين حكموا هذه المدن، أيضا نعرف أماكن الضرب، وبالتالي من خلال السكة نتعرف على التاريخ، نتعرف على المدن أو أماكن الضرب، المصانع التي كانت تصنع هذه السكك أو هذه النقود.